في الفيديو ده هنشوف ازاي الناس العربية جوا كارلا وازاي نتحكم بيها مانيوالي. يعني زي ما انت شايف كده برضو نفس اللي احنا عملناه قبل كده، عملنا امبورت الكارلا وامبورت للتايم عشان هحتاجها يعني تحت. بعد كده عملت كونكت على السيرفر الخاص بكارلا، عملنا سيت تايم اوت 10، بعد كده جبنا الورلد. بعدين دي طبعا السطور الاساسية اللي احنا بنعملها في اي برنامج بيستدعي كارلا او بيشتغل مع كارلا يعني. بعد كده عشان انزل فايكل فبستدعي حاجة اسمها بلو برينت. اي حاجة بتنزل جوه كارلا اسمها بلو برينت. فعلشان كده انا بستدعي المكتبة اللي هي بلو برينت دي من الورلد، وورلد دوت جيت بلو برينت لايبراري. كده انا استدعيت المكتبة اللي اسمها بلو برينت دي. طيب عايز اعمل ايه؟ انا عايز انزل منها عربية، فعشان كده بكتب بلو برينت دوت فلتر، يعني فلتر لي الحاجات اللي عندك، هات لي منها العربيات بس. ازاي؟ بقول له هات لي منها العربيات بس عن طريق الارجيومنت اللي انا مررته ده، بقول له هات لي الفايكل دوت كارلا موتورز دوت فاير تراك. فاير تراك ده اسم العربية. في عربيات تانية غيرها ممكن تبدل الاسم ده باسم تاني، اللي هو الاسم ده كده باسم تاني، ولكن بلو برينت دوت فلتر والاسم ده هيجيب لي العربية دي مخصوص. طبعا انت في عربيات كتير موجودة جوه كارلا ممكن تنزلها، ولكن تعالى الأول نشتغل بالعربية دي، بعد كده نشوف العربيات الموجودة جوه كارلا اللي احنا ممكن ننزلها شكلها عامل ازاي. طبعا بتكتب البلو برينت بيبقى موجود في الاندكس 0، فعشان كده عملنا اوف 0، فكده انت عملت البلو برينت بتاعتك. طيب الفايكل اللي انت هتنزلها دي انت عايز تنزلها في مكان معين صح؟ ففي عندنا في الخريطة فيها حاجة اسمها سبون بوينتس، يعني الاماكن المسموح ان العربيات تنزل فيها او ان المركبات تنزل فيها. فانا عشان اعرف السبون بوينتس بتاع الماب اللي عندي بكتب وورلد دوت جيت ماب بالشكل ده كده، بعد كده دوت جيت سبون بوينتس، بيجيب لي مجموعة بوينتس عبارة عن 80 بوينت اقدر ان انا اعمل سبون للعربية خلالهم. ال 80 بوينت دول انا عايز اعمل سبون للعربية، يعني انزل العربية في بوينت واحدة منهم بس يعني. فعشان كده هنا خليناها 75. 75 يعني انا هنا اخترت البوينت اللي رقمها 75، هي دي اللي انا هنزل العربية فيها. انت طبعا ممكن تخليها زيرو، ممكن تخليها الرقم اللي انت عايزه، بس انا هنا عامل لها 75 عشان المكان ده انا عارفه على الخريطة بدل ما نقعد ندور عليها، لكن ممكن نغيرها واحنا شغالين واوريك ايه اللي هيحصل لما نغير. طبعا انت متوقع اللي هيحصل ايه؟ ان لما اغير ال 75 دي، لما اغيرها بدل ما العربيه هتنزل في المكان اللي كانت نازله فيه، لا هتنزل في مكان تاني. طيب الكلام ده السبون بوينت اللي انا هنزل فيها العربيه دي سميتها ترانسفورم. يبقى انا معايا البلو برنت ومعايا الترانسفورم ده، عايز اقول له ان البلو برنت اللي انت عملتها دي اعمل لها سبون في الترانسفورم ده في المكان ده. فعلشان كده بتكتب وورلد دوت سبون اكتور. اكتور اللي هو ايه؟ اللي هو بعد ما نزلت البلو برينت اللي عندك بعد ما شغلتها، ده بيبقى اسمه اكتور. فعشان كده انا عايز ان انا انزل العربيه اعمل لها سبون في السبون بوينت اللي انا حددتها. فعشان كده هكتب وورلد دوت سبون اكتور لمين؟ للبلو برينت بتاعتي في المكان اللي اسمه ترانسفورم، فكده هينزل لي العربيه في الترانسفورم. طيب الكلام ده وورلد دوت سبون اكتور بالكلام ده حطيناه في فاريبل اسمه فايكل. فايكل دي اللي هي ايه؟ اللي هي خلاص العربيه بتاعتي، وهي دي اللي انا هتعامل بيها، هو ده الاكتور بتاعي اللي انا هتعامل بيه. يبقى الفايكل بلو برينت دي دلوقتي انا ماليش دعوه بيها، ولا الترانسفورم ده انا ماليش دعوه بيه، ده دول كانوا مرحله عشان اعمل سبون اكتور. اول ما عملت سبون اكتور دي كده بالنسبه لي الفايكل بتاعتي. الفايكل دي اقدر اتحكم بيها بقى زي ما انا عايز، اقدر ان انا احركها لقدام، اقدر اتحكم في الستيرنج بتاعها براحتي. تعال نشغل كده ونشوف اللي هيحصل ايه. لو جينا هنا كده ونشغل كارلا، زي ما انت شايف كده المفروض ان كارلا كده اشتغلت. تعال نرن السيل كده، السيل حصل لها رن. لو قربت شوية من المكان ده هتلاقي فعلا العربية نزلت اهي، اللي هي العربية دي كده، دي اسمها فاير تراك.
العربية اللي بالشكل ده اسمها فاير تراك. العربية دي نزلت بالشكل ده، اشمعنى نزلت في النقطة دي بالذات؟ نزلت هنا علشان أنا عايز محدد هنا 75، عشان أنا محدد هنا البوينت 75. طب لو أنا خليت السبون بوينت نقطة مختلفة، أنا عايز أعمل سبون بوينت في حتة مختلفة. الأول تعالى نشوف إزاي إن أنا بعد ما نزلت العربية عايز أمسحها، عايز خلاص إن أنا عايز أعمل لها سبون في حتة مختلفة، فأنا هشيلها. السطر اللي بتمسحه هو ده فايكل دوت ديستروي، الفايكل اللي هي بعد الزبون اللي هي دي دوت ديستروي. فلو شغلت زي ما انت شايف شلك العربيه من هنا. طيب تعال نخلي ده الموضع ده زيرو ونشوف هينزل العربيه فين. انا فاكر موضع زيرو ان هو بينزل العربيه هنا كده، ده المكان اللي هو بينزله فيه. تعال دي كده زبون بوينت زيرو، يعني لو فتحنا هنلاقي فعلا ان هو نزلك العربية في المكان ده. فهنا عندك زبون بوينتس تقدر تتنقل بينها، تنزل العربية في اي مكان على الخريطة من الـ80 مكان المسموح لك ان انت تنزل العربية فيهم. طيب زي ما انت شايف كده هنا ممكن برضو تعمل للعربية دي ديستروي كده دلوقتي، وتعالى ننزلها في المكان اللي احنا كنا قايلين عليه من الاول اللي هو 75، ونرجع تاني هنا كده تمام، عشان عايز اوريك العربية بقى واحنا بنمشيها واحنا بنحركها. طبعا عشان احرك العربية بكتب فايكل اللي هي العربية بتاعتي بعد الزبون، طبعا فايكل دوت ابلاي كنترول، بعد كده كارلا دوت فايكل كنترول، بديها حاجة اسمها الثروتل، دي اللي هي الحركة اللي هتمشي بيها، بقول لها ان الثروتل بتاعك واحد، واحد ده اقصى حاجة، زيرو يعني ما بتمشيش، واحد يعني العربية بتمشي بأقصى سرعة عليها. طيب يبقى ثروتل واحد، والبريك يعني ايه؟ يعني الفرامل، هل الفرامل مشدودة ولا لأ؟ فأنا طبعا هنا هخلي البريك بزيرو، وهخلي الاستير بزيرو. الاستير ده اللي هو الدوران يعني بتاع العربية، يعني العربية كده هتمشي ستريت، يبقى مفيش بريك، العربية هتمشي ستريت وهتمشي بأقصى سرعة عليها. بعدين انا هشغلها لمده 6 ثواني، عشان كده عملت تايم دوت سليب 6. بعدين انا عايز بعد الـ6 ثواني دول تخلي الثروتل بزيرو عشان تبقى السرعه زيرو، وتشد البريك عشان العربيه تقف. فالمفروض ان هو هيوقفها لمده ثانيتين، اما تقف هيعمل لها ديستروي. تعال نشغل كده ونشوف اللي هيحصل ايه. زي ما انت شايف كده العربيه اتحركت، بعد كده وقفت لمدة ثانيتين، بعد كده حصل ايه؟ حصل ديستروي. طبعا بقى انت ممكن تتحكم في الستيرنج زي ما انت عايز. تعال مثلا نخلي الستيرنج 5 من 100 مثلا، او خلينا نقول نص مثلا، او خليها 15 من 100. ماشي، 15 من 100 دي معناها ان هي يمين. الستيرنج يا صفر يا موجب يا سالب، الستير ده يا صفر يا موجب يا سالب. الموجب معناه ان العربية هتتحرك يمين، طب لو سالب ده معناه ان العربيه هتتحرك شمال، لو صفر العربيه هتتحرك ستريت. طب الارقام المسموح بيها في الستيرنج هنا من كام لكام؟ من سالب واحد لحد موجب واحد، حط اي ارقام انت عايزها بالشكل ده كده على حسب درجه الستيرنج اللي انت عايزها، بحيث ان تعالى كده نشغل ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. طبعا هو هنا ادى ايرور بسبب ايه؟ بسبب ان احنا عملنا ديستروي للفايكل، هو مش لاقي الفايكل. فتعالى ننزلها تاني بالشكل ده كده. انت طبعا لما بتعمل ديستروي الفايكل خلاص بقتش موجوده، فمضطر ان انت تنزلها تاني. بعد كده تعالى نشغل، زي ما انت شايف حصل ستيرنج فعلا بالشكل ده كده 15 من 100 هيفضل طبعا لمده 6 ثواني، بعد كده يوقف، بعد كده ثانيتين، بعد كده يحصل له ديستروي. فطبعا ده اللي حصل، والستيرنج بالموجب. تعالى نخلي الستيرنج بالسالب ونشوف هيحصل ايه. ننزل العربيه تاني، بعد كده الستيرنج بالسالب بالشكل ده كده، هتلاقي العربية حودت شمال بالشكل ده كده معاك تمام، بعد كده ديستروي. طيب ده كده بالنسبة للعربية. طب هل انا ممكن انزل عربيات تانية غير الفاير تراك ده؟ ممكن تدخل هنا على الموقع اللي انا سايبه لك هنا، وتدخل بالشكل ده كده، هتلاقي ان انت معاك عربيات تانية اكتر من عربية وليها الاسم بتاعها. يعني مثلا لو انا دخلت هنا على ده البلو برنت اي دي اللي انت بتاخده، يعني مثلا عايز انزل العربيه دي، يبقى خلاص اخد البلو برنت اي دي ده اللي هو اخده كوبي بالشكل ده كده، وهينزل العربيه اللي هي قدامك دي بالشكل ده، بحيث ان هاخده هحطه هنا مكان الفاير تراك كده، بحيث
اني تعالى كده ونشغل نشوف هتنزل هيبقى شكلها عامل ازاي. زي ما انت شايف نزل لك العربية بالشكل ده كده، فعلا هي نفس العربية اللي موجودة هنا على الموقع. قدامك عربيات كتير تقدر تنزل العربية اللي انت عايزها على الموقع على حسب احتياجك انت وعلى حسب الابليكيشن اللي انت هتستخدمه.